متواجدين، والحضور كان من الاجتماعات الشرفية الناجحة جدا. نادي الفيصلي من الأندية المنظم تنظيم ممتاز، مراسل برنامج كورة عادل تركي تواجد هناك وكان له التقرير التالي. كيف رأيتم هذا الاجتماع لأعضاء شرف نادي الفيصلي؟ بالحقيقة اجتماعنا احنا اليوم اجتماع فرحة بالأخوان، اجتماع فرحة بما حققوه. يعني هذا النادي الذي أتى من قرية صغيرة فجاء يحقق إنتاجات ويصارع الكبار، صار له حضور على أرض الواقع في منطقة سدير كلها ومحافظة المجمعة، تأثيره اقتصادي واجتماعي ورياضي. هذا يخلينا في الحقيقة فخورين به. الفيصلي هو النادي الوحيد اللي طالع من مركز صغير على مستوى المملكة، ولا بقية الأندية الممتازة تقريبا من مدن كبيرة. النادي الفيصلي السنة الجاية في الحقيقة الآن رفعنا طموحاتنا، احنا لا نريد، كنا أول طموحاتنا ألا نهبط، الآن طموحاتنا سقفها ارتفع كثيرا. احنا نريد أن نكون من الأربعة الكبار حتى نستضيف بوهانغ الكوري واليابانيين وغيرهم في بطولة آسيا عندنا في حرمة إن شاء الله. الاجتماع كان جيد، وأن كل أعضاء الشرف يلتقون كل سنة لتقييم النادي ودعم النادي، ونشكر جميع أعضاء الشرف اللي دائم يقدم الدعم الدائم للنادي لكي يسير النادي ويستمر في عطاء ومشاركته. أنتم الليلة قدمتم أكبر دعم للنادي في هذه السنة، هل بيستمر هذا الدعم طوال السنة ولا بس في بداية الموسم؟ هذا الدعم أصله يسلم طول السنة لاحتياجات النادي، وحيكون بشكل شهري يندعم فيه النادي طول الشهر، وفي دعم آخر غير هذا الأشياء الثانية. كيف يمثل لك هذا الدعم أنت كرئيس نادي؟ الحمد لله وشكر الله، أولا يمثل لي شيء كبير كبير يعني في حياتي. طبعا العملية داخل النادي الفيصلي دائما أسأل ما هو سر الفيصلي. سر الفيصلي في رجالاته اللي يقفون خلف إدارة فهد المدلج، متميزين في دعم النادي دون الحاجة إلى ظهور أو إعلام. القصد من دعمهم وقفتهم مع ناديهم الفيصلي ليواصل النادي الفيصلي مسيرته. وأيضا الموسم القادم لدينا تحدي كبير ونحتاج إلى وقفة هؤلاء الرجال، اللي أشكرهم فردا فردا اللي حضروا اليوم، وطبعا وعلى يعني على مقدمتهم أبناء مغفور لها إن شاء الله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر العقيل اللي قدموا $1,500,000. أيضا الشيخ حمد الدريس اعتذر عن الحضور لظرف طارئ، عسى إن شاء الله يكون خير. نشكر عادل التركي، اجتماع كان ناجح، أبسط حقوقهم أنهم يرفعون المستوى أو سقف الطموحات ولا لا؟ بس هذا هو المطلوب في رأيي، يعني لابد أن ترفع من سقف طموحاتك، أما أن تظل على نفس مكانك الموسم الماضي لم تفعل شيئا. طيب.